뭐가? اتصلت سوريا دقت لي كمان واحكي له اكيد قالت لك مشان جهز لها الشنطة بتنزل على بيروت لست ليلة بشي هذا الحكي لازم نكون قوية نوقف حدا والقوية اوكي أنا أتعود علي أنا لما أشوفها قوية بنسى مرضى هيدي الست ليلى بتعرف شو يعني؟ الست ليلى بيلبق لها تكون قوية يا خي كمل ايه شرحنا عن حالتها وقال ماخا مثل الكتاب الصفحات الاعلى هي ذكرياتها الجديده ورح تنساهم بسهوله الصفحات اللي تحت هي ذكرياتها القديمه هي ماضيها هيدا ما رح تنساه هلا بس مع الوقت رح تنسى كل شيء وقال إذا نسيت أو خربطت ما لازم نصلح له لأنه إذا صلحنا له هالشي بيعصبها كتير ورح تعمل نوبة غضب كتير